أهلا بكم في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدري أصوغ لك المديحة ومدحك صاغه ربي صريحة ومن أنا يا إمام الرسل حتى أوفي قدرك السامي شروحة ولكني أحبك ملء قلبي فأسعد بالوصال فتى جريحة وداوي بالوصال فتى معنى يروم القرب منك ليستريحا فموسى رد بعد سؤال ربي وانت رايته كشفا صحيحا اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم وهذه الحلقه من تواصل تواصل هي حلقات شلالات المساعدات الانسانيه انها يد تمتد الى كل من يطلب العون انها ساحه تنفسح وتنفتح امام حضراتكم لنقدم كل ما نستطيع ان نقدمه لكم برهانا على الحب ودليلا على الحب والعطاء الحقيقة النهاردة عندنا معلومات كثيرة جدا 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 وكمان بعض الحالات الإنسانية هنتواصل معها دلوقتي منها حالة من الوراء تطلب تلقيح مجهري منها حالة لحد الحقيقة يعني أمه ربما لما كلمتني قبل الحلقة والله أدمت قلبي وأدمت عيني وحالة صعبة جدا يعني من ناحية الظروف اللي تحيط بهذا به الطفل، الطفل ده احنا عندنا حاجة اسمها الفونتانيل في الطب. حضرتك لما يتولد الطفل وتحط راسك على الحتة اللي هنا بتلاقي انه في ضغط كده بيرفع ويطلع بإيدك وحتى تلاقي الأطفال ساعات يلعبوا في الحتة دي بالرضيع يعني يحطوا إيدهم عليه ويلاقوا الضغط بيعلى ويوطى فيها ودي بتتكون العظام بتاعة هذه المنطقة بعد فترة لكن لازم تقفل. تمام؟ لو قفلت بدري تعمل مشكلة. يعني لو الولد نزل والحتة و.. دي اللي هي مفتوحة اتقفلت وما رضيتش ما مرض م.. يعني أو ما حصلش فيها إنها اه تمشي في التطور الطبيعي بتاع السكابيولا ال.. 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 أو يعني اه التطور الطبيعي بتاع الجسم كل عظام الجسم سواء سكابيولا سواء اه حاجات البرين اه سواء البون بتاع السكال يعني او عظام الجمجمه يعني باللغه العربيه تعمل مشكله كبيره لانه المخ هيتقفل عليه فيعاني ضغط كبير جدا ولما المخ ينضغط عليه العين تقحص الى الخارج فتبقى فيه مشكله كبيره جدا 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 في الموضوع ده فاللي عايز اقوله بس اعزائي المشاهدين انها حاله انسانيه تستحق العنايه والرعايه يمكن النهارده معانا بعض الاتصالات معايا الاستاذ دكتور سليمان غريب وحين اقول الاستاذ دكتور سليمان غريب فانت امام قامه علميه كبيره جدا في مجال القلب ويمكن الاطباء امثالي المتواضعين او يعني الصغيرين بدأوا بحب هذا الرجل كان فعلا استاذي المحترم جدا الاستاذ دكتور سليمان غريب اسم كبير جدا في عالم القلب في عالم الرعايه الحرجه في عالم يعني حاجات كثيره جدا انا النهارده الحقيقه برحب بيه اولا اهلا بيك استاذي الغالي اهلا وسهلا يعني. ربنا يخليك. العالم الجليل الاستاذ دكتور سليمان غريب دامس الخلق اللي بيحرص دايما على انه يعلم كل الاطباء الشبان كل ما تعلمه في الطب فيعني اذا كان عنده برضه دكتور قلب ابنه هو الدكتور هيثم سليمان غريب لكن كل من احتكوا بهذا الرجل من صغار الاطباء الحقيقه وهذا العالم الجليل فعلا يعني يقدرون له هذا الصنيع الجميل وانا من هؤلاء والله اللي تتلمست في القلب على يد الاستاذ الدكتور سليمان غريب برحب به مره ثانيه في الحلقه و بانقل سؤال مهم بطرحه في هذه الحلقه اسباب الموت المفاجئ ساعات كثير جدا نلاقي حد بيصحوه من النوم الصبح خلاص مات ويكون احيانا هو الموت القلب المفاجئ. تفضل. الموت المفاجئ اصلا هو موت نعم. وهو توقف التنفس والدوره الدمويه اكثر حاجات بتعمل موت مفاجئ هي ضربات القلب الغير منتظمه لان المفروض ان احنا القلب لما بينقبض يوزع الدم على كل اجزاء الجسم بما فيها المخ فلما لما بينقبض بينقبض بكميه معينه من الدم تقريبا 60 ملل في كل ضربه فلما يكون سريع قوي قوي بيضرب وكانه فارغ فما توديش دم من الاماكن الحساسه اللي موجوده. الحاجه الثانيه واللي شائعه الناس اللي هم تخان بيجيلهم ان اللسان بتاعهم بيرجع يقفل الأصب الهوائيه بيسموه سليب ابنيا اللي هو التنفس وقت النوم للناس اللي بيشخروا بالليل وهم نايمين. الحاجه الثالثه هي الارتفاع المفاجئ او الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم. المفروض إن في ضغط الدم في عندنا ميزان معين عشان يخلي الو... الوظائف الح... الحيوية للقلب للمخ للكلى مستمرة فلما بيحصل فيه هبوط مفاجئ بيحصل فيه بعض المساحات الحاجة الأكثر بقى خطورة هي الأحلام في بعض الأحيان الأحلام اللي هي بيبقى الواحد بيشوفها بتقع تحت طائلة إن هي بتذكرها بالليل ودي بتدي كمية كبيرة جدا من الادرينالين اللي بتخلي وبعدين ما تنقبض ممكن العيان او البني ادم يحصل له أرق طبعا تعددت الاسباب والموت واحدة واحدة. ما فيش يعرف الاسباب غير ربنا لكن هي دي الاربع حاجات اللي هي على قمه اللي احنا بندرسه في الجامعه تمام أنا ما ينفعش أختم هذا الإتصال قبل ما أسأل أستاذنا الدكتور سليمان غريب كيف يحافظ الإنسان على سلامة قلبه أياً كان عمره وأياً كانت فصيلته. نصائح والله هو الكلام قد يظهر في ظاهره الوعظ. الإعتدال. إحنا إحنا دين معتدل. والإعتدال في الأكل يطول العمر. في الشرب يطول العمر. في العبادة يطول العمر لكن لا. لما توصل للإكستريم قوي قوي ده هو اللي بيؤدي المشاعر لما بيشوف ناس تدينوا قوي قوي وحكموا على نفسهم أحكام مش كويسة النبي عليه الصلاة قال الدين يسر العصر عد. لا عسر ولا يسود الدين أحد نعم احنا بنقول ان الضغط بتاعنا بيتعدل ما بين 90 على 60 لغايه 140 على 90 الا الناس اللي بتنفعل كتير قوي قوي او للناس اللي بتاكل كتير او او الى اخره فده يغلبه فانا شايف ان الاعتدال هو الاساس كل زي ما انت عايز اشرب زي ما انت عايز بس باعتدال الزواج المتعه كل حاجه فالاعتدال هو اساس الحياه م. حتى في الاكل والشرب يقول الحق تعالى وكلوا ولا تشربوا تس واشربو ولا, تس ولا تس تس. تسرفوا صدق الله العظيم انا بشكر استاذنا الدكتور القيمه والقامه استاذ دكتور سليمان غريب رائد طب القلب والرعايه الحرجه وانا بشكر حضرتك جدا جدا من اساتذتي العظام جدا شكرا دكتور سليمان شكرا طيب من الاستاذ دكتور سلمان غريب استمعنا الحقيقه الى روشتتين واحده بتشرح وتوضح اسباب الموت المفاجئ اربع حاجات قلناهم في عجاله مع الاستاذ دكتور سليمان غريب و ازاي نحافظ على قلبنا. النهارده معايا أكتر من اتصال، معايا كمان آلام البطن وأسبابها. ايه اللي يعمل آلام البطن؟ ازاي ازاي ده ممكن تكون سبب في آلام البطن؟ ازاي تكون المرارة سبب في آلام البطن؟ ازاي القولون العصبي ممكن يكون سبب في آلام البطن؟ حاجات كتيرة جدا إن شاء الله هنعرفها من الدكتور علي عبد القادر استشاري جراحة الجراحة العامة والأورام بعد قليل، فبرضه الناس اللي عندهم أي مشاكل في البطن يستمعوا لهذه المداخلة. أه 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 عايزين نتكلم النهارده الحقيقه عن الارتجاع برضو ارتجاع المريء ارتجاع المريء من الحاجات الـ الـ اللي بتؤلم وتؤرق أه وكتير قوي في العياده بيجوني مرضى بيتكلموا عن ارتجاع أه المريء ارتجاع المريء أه زي ما بقول دايما ليه سموه ارتجاع لانه الاكل بيرجع تاني من المعده بعد المفروض انه يتقفل بمحبس او ترباس انا دايما بحب يعني ابسط الكلام هذا الصمام اللي انا بسميه ترباس او محبس بيقفل المفروض الاكل ما يطلعش تاني بيطلع لما بيطلع يعمل هذا الشعور الغريب جدا بعدم الراحة اللي هو الارتجاع مشكلة الارتجاع ان هو بيعمل اسباب كثيرة جدا طيب تعالوا الاول نسمع استاذ دكتور علي عبد القادر استشاري جراحة عامة واورام قصر العيني جامعة القاهرة دكتور علي اهلا بيك اهلا بك يا فندم نورت قناة الصحة والجمال ألف هنا ونور منورنا النهاردة وعايزين نعرف أسباب الآلام الحادة في البطن أي آلام في البطن ممكن تبقى إيه أسبابها آه والله الآلام البطن إحنا بنقسمها آه ممكن بتختلف حسب السن بتاع آه أي واحد من ناحية الأسباب وفي حاجات شهيدة فيها بتبقى بسيطة وممكن علاجها بواسطة أي طبيب صغير أو اخصائي بطنه او كده لكن اللي يهمنا على عجاله يعني عشان ما اطولش على حضرتك ان الاسباب الجراحيه التي قد تؤدي الى مشاكل كبيره جدا في ناحيه الام البطن. وبنقسمها للمنطقه يعني اشهر حاجه مثلا في السن الصغير هو التهاب الزايده. تمام فاحنا طيب بنروح للجراح الاول نستبعد ان في التهاب في الزايده. وبالتالي عشان لو احتاج عمليه استئصال الزايده الدوديه بعد دي مساله لايف سيفنج او دواعي انقاذ حياه وسريعه ممكن تعمل مشاكل جامده لو استبعدناها بعد كده ممكن نستعمل الادويه العاديه ونسبب سبب في المغص او الم البطن من الحاجات الشهيره اللي هي الزايده ومشاكلها برضو بالنسبه لالتهاب المراره وتؤدي الى الم عنيف وبالاكثر في الستات عند 40 سنه يكون وزنهم زياده شويه الام ساعات بتبقى مش معروفه للست ان في حصوات او التهاب في المراره وبالتالي ما بتبقاش متوقعه فبتاخد بعض الادويه اللي ممكن تاخر الحاله وممكن يحصل فيها مشاكل حركه الحصوات في اللي قد تؤدي الى انسداد القناه أنا عاجب جدا انها قد تحتاج الى مستشفى بنعلق محلي بنبتدي ندي علاج نسبه الحاله تتحكم فيها لحد دكتور علي ايه نحاول نقعد في حته فيها هواء علشان الصوت يعني جوده الصوت دكتور علي لو سامعني معرفش الصوت بيروح ويجي الو ايوه يا فندم انا سامع طيب انا سامعك تمام يا فندم، انيومريت نقول بسرعه كده الاسباب عشان انا عايزك تقولي متى يجب عمل المراره؟ بيجيني كتير في العياده ستات ورجاله والاكثر ستات طبعا يقولولي حاضر. امتى لازم نشيل المراره؟ بس يا ريت تبقى في حته فيها شبكه كويسه، اتفضل حضرتك. حاضر، بص حضرتك حضرتك كده سامعني كويس؟ اه يا فندم. المراره واستئصال المراره في بعض الحاجات او الحالات اللي هم بيسالوا عنها ان في ناس بعض آه اللي هم اخصائي الامراض الباطنيه بيدوا بعض الادويه وتبقى مرتاحه مع محظورات في الاكل والغذاء والبعد عن البون فده بيخليها تقدر تصمد لفتره اذا كان في حاله المراره لكن العلاج الناجز الوحيد لاستئصال لاكتساس الالم لاكتساس الالم ايوه هو استئصال المراره قد يكون جراحه او منظار دلوقتي الجراحه طبعا بقت اولد فاشن خالص بنستعمل النظار الجراحي بتعمل بتعمل منها والعيانه بتخف طيب ايه غير المراره ايه غير المراره وازاي ده يسببوا الام البطن من الوجهه الجراحيه ايه تمام عاوز اقول حتى بس في المراره ممكن المريض يستفيد منها اتفضل بعض الناس اللي هم استنوا انت ثلاثه بعدين تعملوا العمليه ما يجهزوا نفسهم وبعض الناس بنقول لهم لا المفروض تعمل اشهرهم مرض السكر لان عمل التهاب في الاعصاب الطرفيه والجوه فبالتالي العيان ممكن النيوروباثي دي بتخليه ما يحسش بالم المراره صحيح ممكن يعرضه لمشاكل لا لازم تعمل المراره الحصوات اللي في الكتاب ممكن نتعامل معاها لا بال لكن بأقصى المرارة ككل بحيث ان احنا نتخلص من الالم النهائي المشاكل تمام عادية. تمام أه في حاجه تانية من آلام البطن غير المراره وغير الزايده تحب تلقي الضوء عليها اشهر لكن في السن الكبير طبعا في الام حاده باب مختلفه اشهرها الفت بتاع ال اه الإرابي. اه مصد في الدياجنوزس يا ما حدش يبص عليه وما نلاحظوش فيحصل فيه مشكله وانسداد معوي ويجب الام حاده ومغص وتجميع غرغرينه و... ومشكله او امساك جامد دول برضه من ضمن الحاجات اللي عامله الطوارئ تمام تمام حد البطن لازم نبص على اماكن الفتح تمام تمام استاذ دكتور علي عبد القادر ان شاء الله وعد بمشاركات اخرى انا متشكر جدا على المعلومات القيمه أستاذ دكتور علي عبد القادر استشاري جراحة عامة وأورام قصر العيني جامعة القاهرة شكرا أستاذ دكتور علي عبد القادر أشكرك. طيب بعد ما تعرضنا لنقطتين مهمين الحقيقة وحبينا نلقي الضوء عليهم الأولى هي أسباب الموت المفاجئ، الثانية هي آلام البطن من الوجهة الجراحية يعني إيه اللي في الجراحة يعمل آلام في البطن بعضها يقتضي التدخل السريع مش عايز يعني أعيد الكلمات مرة أخرى. من النصايح المهمة الحقيقة النهاردة اللي عايز اقولها لكم شرب المية، شرب المية ده لو عملنا عنه معلومات مهمة ويعني و... و... وكتاب ي... يتميل لاخره عن فوائد الماء، ولذلك العيال لما بيجيني العيادة دا بقول له دايما كلمة واحدة بقول له اللي ما بيشربش مية بيحصل له حاجتين، هو بيحصل له حاجات كتير بس اوضح حاجتين الامساك والحصوات، الامساك والحصوات، ما تشربش مية يبقى هيجيلك امساك. ما تشربش مية يبقى بيجي حصوات. لدرجة ان بعض الناس يا جماعة بنعمل لهم عمليه جراحيه ونشيل الحصوه نشيل الحصوه والمفروض خلاص بقى يعني مر اصعب الظروف اللي تخليه يشرب ميه لانه يعني خلاص فتحنا مكان الحالب ولا مكان الكلى وطلعنا الحصوه والدكتور قال له علشان ما شربتش ميه كفايه فتحنا بطنك وشلنا الحصاوي او الحصوات طب ايه برضو ما يشربش ميه وبرضو تجيلهم حصوات تاني تخيل حضرتك يعني ما اكتفاش بهذا وده بيفكرني بالاستاذ دكتور عادل امام من كبار برضو اساتذه القلب هو الدكتور جمال شعبان لهم مقوله جميله مشتركه هم الاثنين يقولك ايه يقولك والله العيان ما يبطلش سجاير ابدا ونفضل نقول له بطل سجاير بطل سجاير يقول لو ذبحتوني لحد ما يدخل يعمل قسطره او قلب مفتوح بعدها اغلبتهم بيطلع كاره السيجاره لانها هي اللي وصلته لهذا المدى طيب هو الانسان محتاج ميه قد ايه هو احنا هنفضل نقول اشرب ميه اشرب ميه وخلاص لا احفظوا معايا المعلومه المهمه دي كل 30 كيلو من وزن حضرتك محتاجه لتر ميه، حضرتك اوزن نفسك كام؟ 30 كيلو واضربهم في عدد اللترات. يبقى تاني اللي 60 كيلو لترين، اللي 90 كيلو 3 لتر، اللي 120 كيلو 4 لتر وهكذا. كل 30 كيلو من جسم حضرتك محتاجه الى لتر من الميه. من الحاجات المهمه الحقيقه تاني واللي يعني يهمني قوي اعرج عليها او القى الضوء عليها هي ساعات التقلصات او الشد العضلي سواء في الايد سواء في الرجل سواء في السمانه وساعات كتير يبقى السبب في هذا التقلص او الشد العضلي هو نقص الكالسيوم والمغنيسيوم وفي الحاله دي الحقيقه بنعمل حاجه من اتنين يا اما بندي كالسيوم ومغنيسيوم يا اما بنقول للعيان كتر من الاكل اللي فيه الكالسيوم والمغنيسيوم من الحاجات اللطيفه جدا البقدونس البقدونس الأخضر الحقيقة لو اتاكل أخضر أو اتغلى واتشربت اه اتشرب المية بتاعته بالبقدونس فيبقى بقدونس عصير بقدونس يعني من الحاجات المهمة جدا هو الكرفس اللي بتعلي قوي 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 المغنيسيوم والكالسيوم في الجسم جنبا إلى جنب مع الحاجات المعروفة زي البيض وزي الزبادي وزي اللبن وزي الجبنة وزي الرايب رائعين جدا والمهم قوي نعرف إنه كوب الزبادي يساوي ثلاثة أكواب لبن لما حضرتك تاخد علبه زبادي واحده كانك اخذت ثلاث اكواب من اللبن. من المعلومات المهمه اللي عايزين نقولها النهارده الحقيقه انه المضغ نص نص عمليه الهضم عشان كده دايما لما يجينا حد بسوء هضم او جاي بتحليل براز وحضرتك تلاقي في التحليل كلمه بلس 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 بوستيف يعني آآ آآ علامات كده معناها انه الاكل مش مهضوم دي بتلاقيها قصاد كلمه اسمها Undigested فود، فود يعني أكل غير مهضوم، لما حضرتك تبص في التحليل وتلاقي undigested فود الحقيقة معناها الأكل غير مهضوم، بيبدأ الموضوع من أول الأسنان، ولذلك لو حد كبير في السن بقوله أخبار أسنانك يا حاج، أخبار أسنانك يا حاجة، المضغ يا جماعة 50% من الهضم، عشان كده لو أي مشكلة في الأسنان اجري بسرعة عالجها لأنه النص بيبقى في الأسنان، الحاجات المهمة جدا طبعاً يعني اللي عايز اقولها التهابات الزور التهابات الزور او الحلق ساعات تبقى مشكله كبيره جدا وساعات تلاقي حضرتك طفلك الصغير او حتى اليافع بيشكي من اللوز اكثر من مره ولذلك قلنا للسيدات احفظوا الرقم ده اي التهاب في اللوز اكثر من اربع مرات في السنه اللوز تتشال نقولها تامي اي التهابات في لوز الاطفال اكثر من اربع مرات في السنه اللوز تتشال لازم نشيل اللوز هي اللوز بتعمل مشكلة خطيرة لو ما اتشالتش لأنه الميكروب اللي في الزور اسمه الميكروب السبحي الميكروب السبحي ده الحقيقة من الحاجات اللي صعبة جدا لأنه بيدخل على القلب ويدمر صمام القلب يدمر صمام القلب ولذلك كنا في الأفلام العربي القديمة تلاقي البطل البطل الدكتور بيقول لها مش هينفع تخلفي مش هينفع تتجوزي وإذا اتجوزتي مش هينفع تخلفي صدقوني بتبقى الحكاية كده انه هذا الميكروب السبحي اللي احنا له تحليل بنعمله اسمه اي اس او تي واللي تلاقي ضحايا هذا الميكروب بياخدوا بنسلين طويل المفعول كل اسبوعين او كل ثلاث اسابيع او كل 28 يوم كوقايه من الميكروب السبحي اللي المفروض لما نحلل في المعمل ما يعديش 200 لو عدى 200 يبقى في نشاط في الميكروب السبحي ومن الحاجات المهمه في الميكروب السبحي ده يا جماعه غير انه بيعمل سخونيه ويعمل التهاب ويعمل ويعمل ويعمل, ويعمل واخطر حاجه بيعملها زي ما قلنا هي انه بيدمر صمامات القلب فنضطر نفتح نربي صمامات القلب في الشارع ونجيب صمامات تانية موضوع كبير وخطير وصعب وانا دايما لما بيجوني في عياده البطنه ام او اب ببقى فعلا زعلان من الام والاب جدا لانه هذا الطفل البريء ملوش اي ذنب خالص غير انه اهله ما خدوش بالهم من موضوع التهاب الميكروب السبحي ساعات كتير يمسك المفاصل فتلاقي الولد بيقول كوعي الرسغ بتاع الايد ثم الركبه في الرجل ثم بقيه المفاصل ثم العظم ما بين المفاصل والحقيقه من الحاجات اللي بتريح جدا الاطفال او اللي بيشكوا من الموضوع ده انهم ياخدوا اسبرين الاسبرين بانواع المختلفه اسبرين بروتكت أسبرين 81 اسبوسيد اطفال ايا كان نوع الاسبرين الحقيقه بيبقى له تاثير السحر على العيل اللي عمال يقول رجل وجعاني رجل وجعاني وهو مش عارف انه الميكروب السبحي عمال بيعلى من الحاجات المهمه اللي احنا عايزين نقولها برضو الحقيقه ودي بتجيلي في العياده وبتعذبني يعني عذاب نفسي ما بعده عذاب او يعني ما بقاش عارف اقول لهم ايه يعني عندي حاله الحقيقه خطيب وخطيبه ومقبلين على الزواج ويعني بيتابعوا بقى فتره وبعدين اكتشفنا ان عندها عند العروسه يعني سيتوميجالو فيروس فيروس من الحاجات اللي بتنتقل عن طريق سوائل الجسم سوائل الجسم يعني اللعاب سوائل الجسم يعني الدموع سوائل الجسم يعني اللبن سوائل الجسم يعني العملية الجنسية فبالتالي غالبا الراجل ده هينتقل له سيتوميجالو فيروس وده واحد من الفيروسات اللي لازم مرة نعمل حلقة عنها وهو مش بعيد عن تخصصي انتوا عارفين ان انا بطنة وجهاز هضمي وحميات كلمة حميات حتى دخلت الكورونا في الموضوع وانا صدر لي كتابين عن كورونا زي ما قلت لكم الكتاب الاول اسمه اسرار كورونا وده طبعته اخبار اليوم والتاني اسمه الدليل عن فيروس كورونا وقبله كان في كتاب اسمه اعراض وامراض برضه تعرضت في جزء كبير منه للحمى السخونيه لن انسى احد المستشفيات لما دخلتها لقيت الميه قطعة ففضلت اصرخ واعتقد ان انا كلمت وزير الصحه في اليوم ده وكانت يعني اعرف اعرفه كويس وعلاقتي بيه كويسه ويعني قلت له طب ازاي مستشفى حميات تقطع فيه الميه؟ طيب معنا اتصال الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته معايا الدكتور حسين ايوه أنا حضرتك دكتور كلمتك قبل المغرب. آه يا ماما أنت الحالة بتاعة الطفل اللي عنده مشكلة في المخ؟ آه عنده المخ والنبي يا دكتور. اسمه آه اسمه سعد محمد, محمد ولا اسمه إيه؟ اسمه إيه, إيه هو يا ماما؟ إيه؟ عمر محمد؟ عمر محمد سعد. عمر محمد سعد. بتتكلمي آه. منين يا أمي؟ أنا من البساتين. من البساتين. آه. تمام ألف سلامة عليه. احكي لنا حكايته كده. احكي لك من علي يا دكتور حكايته، والله علي يعني أربع سنين يا دكتور لفيت الدنيا كلها وأنا بلف على المستشفيات، ومعايا ابني دلوقتي الدكتور وقف قال لي لو اتأخر ابنك هيجي إيه تلا في هو في حالة خطر، ليه, ليه ليه شهرين بالله يا دكتور عليك وماسك مخه وماسك عينيه ومش عارف أصلاً ما بيتكلمش ويعيط وعينيه واقعاه ومش قادر أعمل له أي حاجة عشان ما متوقف على العملية. طب أنتِ حضرتك السن كام سنة الأول؟ هو عنده اربع سنين اربع سنين رحت عفت... مستشفى ايه يا امي رحت بيه فين كنت اول حاجه في اطفال مصر هو الاول له تامين صحي ولا ملوش اه له تامين صحي انا اقول لك من اول ما ابتديت اطفال مصر دي اللي عند السيده زينب اللي جنب ابو الريش اه تامينه هو طيب يا حبيبي تمام سنه ونص الدكتور قال لي اعملي اشاعه وبعد كده اعمل اشاعه كل شهرين اعملي اشاعه واروح اشعه المخ يا امي اشعه المخ ولا على ايه اه على المخ مقطعيه ورنين وثلاثيه كل الإشاعات عملتها يا دكتور تمام ولا ولا اشي عم عملتها شو الصدر وعلى القلب وكل كل كل اللي عملته طيب الرؤيه الرؤيه اخبارها ايه انت عارفه المخ لما يبقى فيه ضغط جوه ياثر المخ, المخ ضاغط على عينيه وبيعيط المخ ضاغط لكن الرؤيه ضغط يعني شايفك يا ماما شايفك وبيعد الصوابع ويشوف ال يعني لا يشوف لا اللي قدامه اه بيشوف بس ما بيعرفش يعني يعد وما يعني ما فيش انتباه برضه قوي يا دكتور امم الف سلامه طب قالوا ايه بقى في مستشفى اطفال مصر عشان احنا نساعدك هناك قعدت على سنه ونص قال له محتاج رحت بعد كده ادخل المستشفى قالوا لي عاوز ايه المنشار مش موجود بعد خمس ست شهور قالوا المسامير عاوز الشريحه ومسامير عشان الاوره وبعد كده راح ما لقيوش المنشار ولا ايش ومسامير حولوني على الدمرداش لسنتين قعدت اربع شهور وانا بجري في الاجراءات بتاعت العمليه قالوا له لا تدخلي اول 12 بعدين اول واحد جت كورونا يا دكتور وقال لي وقفت العمليات بعد كده م. فتحت العمليات ثاني والمستشفى اشتغلت على اول تسعه كده وانا من شهر 10 وانا بجري برضو على الاجراءات بتاعت العمليه وتحاليل واشاعات وتحاليل واشاعات وبعد كده الدكتور قال لي ايه؟ قال لي هتروحي ايه؟ قال لي اول اربعه وكل على مالك على مالك دكتور. احكي على مالك احنا معاكي ومش هنقطع الخط واحنا يعني ان شاء الله في خدمتك والله العظيم يا دكتور والله انا تعبت والوجع عيط وتعبان وادع على اخره وانا مش لاقي اي صرفه ومش لاقي حد ينجدني والحد بس شفت الناس كلها مش لاقي حد يقف معايا قول يا رب ابني يروح مني انا تعبت والله مش لاقي حد يقف معايا بالله عليك يا دكتور قولي يا رب ان شاء الله واحنا معاكي باذن الله وربنا يقدرنا نحاول نحمل حاجه ان شاء الله بس هم ادوني ميعاد اول اربعه، ممكن اول اربعه ده يقولوا لي في نص اربعه في اخر اربعه أو اول خمسه. ده في عين شمس يا ماما ولا في اطفال آه. مصر؟ اه في الدمرداشي في عين شمس طيب الدكتور واقف على دكتور الجراحه اسمه, اسمه أه ايه الدكتور يا ماما؟ اسمه ايه الدكتور هناك اللي تابع الحاله؟ امير البربري امير البربري؟ دكتور امير آه البربري. ودكتور عاصم آه بتاع دهاه عاصم منير بتاع المخ أنا ما عنديش اي مانع لو الدكتور امير البربالي قال اوكي وخلص كل الاجراءات انا 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 تحت امرك طيب هم 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 بتقولي يعني حي يعني الاليه اللي هيعملوا بيها العمليه دي هيوسعوا الجبهه ولا بيعملوا شنط اصل في حالات شبيهه لا بيعملوا شنط هيوسعوا هيفتحوا فوق في في, في الراس تمام وبعدين وعمليه من قدام في <applause> القوره عشان المخ ضاغط على العين مع القوره طالعه لقدام يا دكتور وضاغط على العين هيظبطوا يعني هيوسعوا بس لكن مش هيعملوا شنط يعني قناه ساعات بيعملوا شنط يعني يركبوا زي مصفى كده تخلي الضغط <applause> يقل جوه بتاع السائل النخاعي المخ ضاغط على العين ما انا ما اعرفش والله طيب عموما عم. احنا هنكلمهم ويا ريت تمليني رقمك قولي رقمك على الهوا دلوقتي برضو واي حد يقدر يساعد هيساعد واحنا ان شاء الله كقناه وكبرنامج انا هحاول اجيب رقم الدكتور يا امير البربري ربنا يكرمك ربنا يسترها معاك يا رب يا رب هدعي لك ليل ونهار تنجد لي ابني ولا خايفه لابني, لإبني وروح قولي قول يا رب قول يا رب, رب ان شاء الله واحنا معاكي واحنا خدامينك كلنا خدامينك ان شاء الله باذن الله ربنا يسترها معاك بالله يا دكتور أمن الف سلامه انت قلتي لي في صفحه على ال على الفيس آه. صورته اختي بعتتلك لك الصفحه بتاعته انت دلوقتي تلاقيها على تليفونك على الواتس الحاله بتاعته بظروفه وبشكله حاضر حاضر ابعتي برضو إتنين. على واتس البرنامج زمايلنا هيطلعوا واتس البرنامج دلوقتي تبعتي صوره عليه عمتك. او على 0114 114 362 مانا. الرقم الخاص بيا او على الواتس هتلاقيه على الشاشه الان هو بالفعل زمايلنا ما تاخروش ربنا يكرمهم جميعا وطلعوا الرقم علشان نشوف صوره برضو ابن مانا. حضرتك بالله عليك بالله عليك باذن الله وانت الحقيقه ما لحقناش النهارده نحضرها لكن اوعدك الحلقه الجايه برضه هنخاطب حن... حن... نخاطب اصحاب القلوب الرحيمه انهم يساعدونا لكن ما هي في عين شمس وفي مكان حكومي احنا كقناه هنتواصل اتفضلي معاك اتاخر يا دكتور على العمليه المفروض كانت اتعملت من زمان معلش ظروف كورونا كانت فوق, ال... فوق الجميع يعني برضو لازم نلتمس العذر لاخواننا وزملائنا في مستشفى عين شمس لان كورونا كان ظرف استثنائي وقف كل اماكن الجراحه في مصر وفي العالم يعني هنروح بعيد ليه ده مش في مصر بس عمليات برضه بتتعمل مع بص يا دكتور خلاص حاضر الف سلامه والرساله وصلت تشكر جدا هي. عشان بس وقت الحلقه قارب على الانتهاء اوعدك ان شاء الله ربنا يقدرنا والمره الجايه نكون محضرين رد وتواصلنا مع الدكتور امير البربري والدكتور عاصم منير على حاله ابنك الطفل عمر محمد سعيد محمد سعد اربع سنين ان شاء الله الف سلامه طيب بفكركم تاني تقدروا تتواصلوا معايا على الرقم آه زيرو 114 362 او على الرقم 010 10 900 3 700 3 تاني رقم تاني برضو حد لاي حد حد آه محتاج اي حاجه اقدر اقدمها قد استطيع وقد لا استطيع ولكني يعني اعد ان ابذل قصارى جهدي اني اوصل لمساعدتكم قد آه يعني اخفق احيانا ويجانبني الصواب احيانا واصيب احيانا لكن يكفي انني احاول ان اساعد الجميع 010 903 703 رقم سهل اهو 010 تلاتة سبعة صفرين تلاتة اي حد ان شاء الله احنا عاملين يعني برضو في البرنامج بنعمل خصومات على مراكزنا كلها سواء في عماره النصر الدور الثامن ميدان الجيزه او في خلف سينما جالاكسي تلاتة شارع قصر المشتهي او 84 شارع المانيا حبايبنا في الاقصر واسوان عارفين ان احنا بنروح وبنبقى في خدمتهم طول الوقت اخواننا برضو في شارع العشرين في فيصل لنا مركز في شارع العشرين اخره ناحيه صفت اللبن مركز الدكتور حسين الشورى بجوار كشري السلطان برضو يعني بنعمل تقريبا برسوم رمزيه جدا نص الكشف للناس غير القادرين والمش قادر خالص والله بنشوفه لله معايا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ازي حضرتك يا دكتور وعليكم السلام ورحمه يا اختي اهلا وسهلا اهلا بحضرتك انا كنت كلمت حضرتك من انت الحاله بتاعت الوراء الحاله الانسانيه بتاعت الوراء فندم <أوه> تمام. حضرتك نفسي اكون ام كده تمام يعني انا الحقيقه برضو كتير اتصلوا بس اللي قدرنا نطلعهم اللي حالتهم فعلا توجع القلب اكتر كتير يوجعوا القلب لكن يعني كان كان ندقها نفسي ابقى ام هي بدات بالحقيقه المكالمه معايا بالكلمه دي نفسي ابقى ام فان شاء الله باذن الله هي محتاجه تلقيح مجهري اتمنى بس الاول لانه دايما يا جماعه في موضوع الخلفه والانجاب وعدم الانجاب كنا قلنا معلومه مهمه الحلقه اللي فاتت انه ما ينفعش ندور على الانجاب قبل مرور عام كامل على علاقه زوجيه مستقيمه ما فيهاش زوج في الخليج ما فيهاش زوج مش موجود ما فيهاش زوج مستمر في العلاقه زيه زي وزي الاخرين وبالتالي ده بيقلص جدا من فرص الانجاب لكن لو عدت سنه عشان كده بقول للأهالي ارجوكم مش كل عريس وعروسه من التاني الصباحيه تقول لهم الله خير ان شاء الله <applause> ما ينفعش خالص خالص احنا ناس متعلمين وفاهمين انه مش قبل مرور سنه على الاقل امتى بقى تبقى مش سنه لو العروسه 38 سنه يعني عروسه 38 ولا 39 مش هينفع نستنى سنه ده الشرط الوحيد اللي ايه اللي ما ينفعش نستنى غير كده عروسه 24 وهو مش عارف كام هنجري ليه ونفضل نقول من اول يوم هو حصل ايه تمام دي نقطه انا انا قلت لها وهي معايا على الهواء الو أيوة حضرتك أيوة معايا أيوة. اه قلت لها عشان انا عارف تكاليف العمليه انه في مستهلكات فاذا العمليه برقم معين حضرتك حتجيب المستهلكات واحنا نحاول ان الدكتور يعملها مجانا بحيث يبقى المستهلكات على المريض لكن الدكتور تبرع باجره والمستشفى تبرع باجره ده اللي هنحاول نسعى ان شاء الله لان احنا حنقاتل الى ان تصبح هذه السيده المحترمه وكل من في شا... على شاكلتها وفي حالتها ان شاء الله ام انا بقول لكم بدات المكالمه بدمعتين ثم نفسي اكون ام يا رب يساعد كل واحده نفسها تكون ام انها تكون ام ويعني عيد الام قرب فدي فرصه ان انا أقد... اقبل راس امي واقبل قدم امي وكل واحد يقبل راس وقدم هذه الام العظيمه ان شاء الله ربنا يكرم اختنا دي وتبقى ام وكل ام يا رب بتمنى لها صحه بالسعاده والعافيه واللي رحلت امه يا رب يرحمها ويجعلها من اهل الجنه ان شاء الله لان الام دي نعمه كبيره جدا 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 من الحاجات اللطيفه اللي اسعدتني ان والدتي انا شخصيا خدت لقب الام المثاليه الاسبوع اللي فات فكنت مبسوط جدا. فانا يعني الحقيقه كانت شهاده جايه في وقتها من الجهه اللي منحت هذه الشهاده لوالدتي ام مثاليه وكنت سعيد جدا يعني وأنا دايماً دايماً بقول لوالدتي يا ربنا يطول عمرك وكل واحد بق يعني ناشط كل حد آه إنه يقول لوالدته آه يا رب يطول عمرك ويحفظك ويحميكي وبهمس في أذن كل زوجة وبقول لها من الذكاء أن تكوني في كفة واحدة مع الأم، أوعى الزوجة تحط نفسها في كفة تانية غير الأم، هتخسري ما ينفعش خالص تتحطي في كفة غير كفة الأم، يا رب يطول عمر كل أمهاتنا وأسعد كل أمهاتنا ويا رب إن شاء الله بإذن الله بإذن الله كل أم توفت يكون مصيرها الجنة بإذن الله تعالى وده مش بعيد على ربنا خالص وكل الأمهات ربنا يكتب لهم الصحة والسعادة والخير والشفاء بإذن الله تعالى أعزائي المشاهدين يعني المعلومات كتيرة جدا الحقيقة وحاجات كتيرة كنت مجهزها لكم لكن التواصل مع أستاذ جراحة كلمنا عن ألام البطن وأهمية الموضوع ده ثم أستاذ قلب كبير هو الأستاذ دكتور سليمان غريب أستاذ الجراحة كان الأستاذ دكتور علي عبد القادر أستاذ دكتور سليمان غريب كلمنا عن الموت المفاجئ ودي حاجة الحقيقة يعني بتهز الواحد لأنه ناس كتير يصحوها من النوم فيلاقوها ميتة فالطب حتى فضل يبحث في هذا الموضوع فكانت كلمات الأستاذ دكتور سليمان غريب رائد من رواد القلب زي الدكتور جمال شعبان وزي الدكتور حسام موافي وزي الدكتور عادل امام وزي الدكتور دكاتره كتير يعني الحقيقه الوقت لا يسعف مصر ولاده ويعني معطاءه كل اللي اقدر اقوله انكم يعني تؤمنوا معي وبفكركم تاني بارقام التليفونات تاني اللي تقدروا تتواصلوا عليها رقم الواتس الموجود على الشاشه الان ده رقم واتس القناه تقدروا تبعتوا عليه وبرده بشوفه او على الرقم 0 -11 -4 -11 -4 -1 -4 -1 -4 او 0 تسعة تسعة صفرين ثلاثة صفرين اعزائي المشاهدين امنوا معي اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا وهمومنا وغمومنا يا ارحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، الله اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، الله اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، أنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا من جنابك، فإن طردتنا وأبعدتنا فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك، يا الله أنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا من جنابك، فإن طردتنا وأبعدتنا فلا حول ولا قوة لنا الا بك، اذا كنت رب الطائعين الصادقين المصلين، فمن للعصاة، اذا كنت رب الطائعين فمن للعصاة، اذا كنت رب الطائعين فمن للعصاة، قلت وقولك الحق واذا سألك عبادي عني فاني قريب، اجيب دعوة الداعي اذا دعان، اجيب دعوة الداعي اذا دعان، اجيب دعوة الداعي اذا دعان،, دعان اللهم احفظ مصر يا رب اللهم احفظ مصر يا رب ورجال مصر ونساء مصر وقادة مصر, الله احفظ مصر اللهم احفظ مصر من كل شر يا رب اللهم احفظ مصر من كل شر يا رب اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا من اهلك وخاصتك اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا دينا الا قضيته ولا دينا الا قضيته ولا دينا الا قضيته ولا طالبا الا نجحته ولا صاحب دين الا قضيته اللهم إلا ولا صاحب دين الا قضيت عنه دينا اللهم وسع لنا في الرزق اللهم وسع لنا في الرزق اللهم وسع لنا في الرزق اللهم أتمم علينا نعمك ظاهرة وباطنة، اللهم إن كنت رب الطائعين فمن للعصاة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتول أمرنا يا رب صغيرنا وكبيرنا، اللهم لا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.